ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم طلبي استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وتنميتها. قرر رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات حوله إلى لجنة مشتركة مختصة، وذلك لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس. جلسة جديدة وصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة أهم الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس والمدرجة على جدول أعماله. وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وتنميتها، وطالب عدد من أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية لتنمية الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، مشيدين بجهود الدولة في تطوير وتطهير البحيرات ودعم الثروة السمكية. الحقيقة جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد رؤية شاملة لتنمية قطاع الثروة السمكية وتطوير البحيرات بهدف التصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية. الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وتعتبر من أهم مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية. هذا إلى جانب التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات تنمية الثروة السمكية، والتي وضعت مصر وطبقا لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الأولى إفريقيا والسادسة عالميا بعد أن كانت 11. وفي ختام الجلسة قرر رئيس المجلس إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات حوله إلى لجنة مشتركة مختصة لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس. وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة العامة والدعوة إلى جلسة جديدة يوم 9 يناير المقبل.